رغم أنه معظم الأشخاص بيحافظوا على تنظيف أسنانهم بانتظام، إلا أنه ممكن تتسلل إما من باب العادة أو الكسل بعض العادات الخاطئة أثناء تنظيف الأسنان. تنظيف الأسنان باستخدام الخيط أمر ضروري للوقاية من التهاب اللثة وحماية الأسنان من التسوس يلي بتسببه بقايا الطعام يلي ما بتصلها فرشاية الأسنان. الكتار بيعتقدوا أن الفرشاة ذات الشعيرات القاسية أفضل، إلا أنه أساوتها وحركات اليد العنيفة على الأسنان بتسبب تآكل المينا، نزيف اللثة وتراجعها مع مرور الزمن. لازم نبتعد عن تحريك الفرشاة للأعلى والأسفل بشكل ممكن يسبب تراجع اللثة، ونقتصر على الحركات الدائرية والأمام والوراء، وننتبه على اختيار معجون أسنان مزود بالفلوريد لحماية مينا الأسنان. تنظيف الأسنان بعد الأكل عادة غير صحيحة، لأنه مينا الأسنان بتكون أكثر تراوة وقت تتعرض لأحماض الطعام، وبتحتاج بعض الوقت لتسترد صلابتها، ولهيك بينصح بتنظيف الأسنان بعد انقضاء نصف ساعة من الأكل.